من جانب روجر، تقدم هنا ياتي امامنا جونينيو باوليستا، كره ملعوبه الى روجر مجددا وداخل منطقه الجزاء، عرضيه ويا سلام جماعيه بصوره ممتازه، وهدف ثاني ياتي امامنا، هدف التعادل لاصدقاء رونالدو بلقطه جماعيه رائعه يحسمها في المرمى الحاضر امامنا في الصوره اللاعب كاكا فيراري، يحسمها في المرمى لقطه فيها جماعيه الاداء، فيها تناغم، فيها انسجاميه بصوره جميله جدا، و ختامها في المرمى بدات من روجر الى جونينيو باوليستا، عادت مجددا الى روجر، روجر لعبها بصوره ممتازه، والعرضيه بعد ذلك من جانب جالمينها، ولم يجد اللاعب فيراري اي معاناه في ايداعها في الشبكه لتعلن عن الهدف الثاني. اذا نتيجه تعادليه، لا فريق افضل من الاخر، مباراه ترضي الجانبين حتى الان، رونالدو وزيدان. كاكا فيراري